كان عندي كويتشنز طول فترة السجن، كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم، أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل، 10 خضرة أم كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وانت ايه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة، عايزك تظبط يالا، ما تنساش ان انا اللي مخرجك من السجن. يعني انت اللي عليك مش انا. ومين قالك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحة بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحة جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت محدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحة وطير. ايه المصلحة؟ عروسة مكتوب كتابها، عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لمعة ولا مطربة؟ ملعلعة. الدخلة امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكرة. ايه المصلحة؟ حتة آثار ذهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. وبعدين؟ كده انت فهمتني كويس. طبعا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم، الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجة الاصالة الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصة قفش. لاف 4/4 ساعة لغوريسكي ريجوليروفشيك ريجوليروف. طب علي 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 علي. يا ليلى انا بخير، لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. فيه ايه صابر يا بنت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقولك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده برا مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. ديليفري ديت. وين؟ يو ار تو ليت اند وي هاري. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سداد الفلوس ازاي؟ الدليفري will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صبر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا، انت متفاجئ. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا تلط تخش السجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد،
انت هتستلم العروسة في الأقصر وهتسلمهاني في اسكندرية، والكلام ده هيكون يوم الجمعة. أهم حاجة بعد الصلاة. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤية، أصل بنام طاهر. كلام تعالى براها امك. اوبا، ايه الجو الامريكاني؟ انت جبني هنا ليه؟ مزاجي. انت سيبها انت. هلا قال لك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم، انا روحي في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ اما بقول طلباتي بتزعل. شريط اصالة. اوبا، ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنبنا عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي، ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد. ولا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يالا. اوه، مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. بطل وسخ يالا وخلص. هو اللي قال لي. ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا، العروسة لميع مش متربة. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت. مسكرة. هدي الفلاشة اللي عليها العروسة. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك. صلاه ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه، انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك، بلغ مصر ابنك صابر بيقول لك كفايه كفايه عليه قوي كده. كده عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكلب. روجر اغطس اتصدومة اتخلص نخي قلبي يا في يا جدعان استعبطوا ولا ايه؟ في في يا صابر؟ حلمت ببغبغان احوال بيعض في هدهد. ده ايه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك. محاميها فيها حرام.